في كتاب فضاء الرياضيات، الدرس الثالث الأشكال الهندسية التوازي والتعامد، هذا في الصفحة 18 و19. إذن عندنا الحصة الرابعة، استثمر ألون كل مستقيمين متعامدين باللون نفسه، كل مستقيمين متعامدين ألونهما باللون نفسه. نلاحظ هذا الرسم، المستقيمان المتعامدان أولا نعرفهما بواسطة المثلث، وإذا استعملنا المثلث على هذا الشكل، هذان مستقيمان متعامدان، هما جوج. أيضا هذان المستقيمان متعامدان. التمرين الثاني، ألون كل مستقيمين متوازيين باللون نفسه. إذن هذا مستقيم أصفر، هذان متوازيان، المستقيمين الأزرق هذان مستقيمان متوازيان. المستقيمان المتوازيان باش نذكركم أنهم هما المستقيمان اللذان لا يلتقيان. التمرين الثالث، أرسم مستقيمات متوازية للمستقيم الأحمر دون استعمال المسطرة. إذا هذا الشكل اللي رسمت، رسمت مستقيم متوازي، كما قلنا أن مستقيم متوازي مستقيمان متوازيان لا يلتقيان، لهما نفس مسافة البعد. هذا مستقيم آخر. التمرين الرابع، أتابع رسم مستقيمات متعامدة مع المستقيم الأحمر دون استعمال المسطرة. إذن على هذا الشكل، ودائما أنه تكون هنا زاوية قائمة. تمرين خامس، ألون باللون نفسه كل ضلعين متوازيين في كل حالة. إذا عندنا هذه الأشكال، في كل حالة ألون المستقيمين الضلعين متوازيين بنفس اللون. عندك هذا الأحمر، هذان ضلعان متوازيان، أخضر، إذا ضلعان باللون الأخضر متوازيان. عندك هذان ضلعان أيضا متوازيان، اللون ضلعان باللون الأصفر متوازيان، هذا الضلعان متوازيان، لاحظ هذين متوازيان أيضا، هذو اللي بالأحمر ثم هذو بالأخضر. سادسا، ألاحظ وأكمل مستقيم متعامد مع المستقيمين الأزرق والأحمر. الأزرق والأحمر هو المستقيم الأزرق، هو هذا مستقيم أحمر وهذا مستقيم أزرق. إذا مستقيم متعامد قلنا أنه نستعمل هذا مثلث وخص يعطينا زاوية قائمة على هذا الشكل، ها هو استعملنا مثلث، استعملوا أيضا هنا أيضا. إذا مستقيم متوازي متعامد مع هذين المستقيمين هو المستقيم البرتقالي. مستقيم متعامد مع المستقيمين الأخضر والأصفر، هذا مستقيم أخضر وهذا مستقيم أصفر. نشوفوا شنو هو المستقيم المتعامد معهما. إذا عندنا نستعمل مثلث، إذا هذا المستقيم أيضا هو المستقيم البني.
مستقيم موازي للمستقيم الأحمر، الآن موازي هو المستقيم الأزرق، موازي له هذا الأحمر، مستقيم موازي له هو المستقيم الأزرق، مستقيم موازي للمستقيم الأصفر هو الأخضر، هو المستقيم الأخضر، لأنهما مستقيمان لا يلتقيان. الحصة الخامسة، أرسموا مستقيما يمر من النقطة الحمراء ويكون عموديا على المستقيم الأزرق. هذا المستقيم يمر من النقطة الحمراء، هل هي النقطة الحمراء؟ يكون عموديا على المستقيم الأزرق. إذن فنستعمله إذن على هذا الشكل هذا، ونستعمل دائما المثلث. الشكل الثاني أيضا نستعمل أيضا المثلث، هو مستقيم عمودي. الشكل الرابع، إذا نلاحظ المثلث، كيفية استعمال المثلث؟ نضع إحدى القاعدتين على المستقيم الأزرق، والضلع الآخر يمر على النقطة الحمراء. هنا السؤال الثاني، je mets une croix en dessous de chaque figure géométrique ayant deux côtés parallèles et je les colorie. Je mets une croix dans la main en dessous de chaque figure تحت كل صورة، ayant deux côtés parallèles. أي شكل له ضلعين متوازيين، باراليل معناه متوازيين، وألون هذين الضلعين. نلاحظ هذا الشكل، لا هذا الشكل، نعم له ضلعان متوازيان، هما هذو ألونوا باللون الأحمر، وضعوا علامة. الشكل أيضا له ضلعان متوازيان دو كوتي باراليل، وأضع علامة. هذا الشكل أيضا، هذا لا، سؤال الثالث، je trace une droite passant par le point rouge et parallèle à la droite bleue. إذن في كل حالة أرسم مستقيما يمر على النقطة الحمراء، droite passant par le point rouge معناه يمر على النقطة الحمراء، et parallèle وموازي à la droite bleue للمستقيم الأزرق. إذا نستعمل في الحالة الأولى المثلث دائما على هذا الشكل، أحد الضلعين على المستقيم الأزرق، ثم نرسم مستقيم أخضر، هذا يكون متعامد مع المستقيم الأزرق، ثم نضع على هذا الشكل أيضا ضلع، أحد الضلعين على المستقيم الأخضر الآن، ثم نرسم مستقيم أحمر. نقول إذن هذا المستقيم الأحمر والمستقيم الأزرق متوازيان. الحالة الثانية أيضا نفس الشيء، نعم لاحظ، إذن المستقيم الأحمر والأزرق متوازيان. نفس الشيء أيضا بالنسبة للحالة الثالثة، دائما المثلث أحد ضلعين على المستقيم الأزرق، ثم الآن نضع الضلع أحد ضلعين على المستقيم الأخضر ونرسم مستقيم أحمر، ويكون أحمر متوازي مع، يكون المستقيم الأحمر متوازي مع المستقيم الأزرق الآن. في كل حالة مستقيمين متوازيان.
إذن عند التمرين أخيرا أتذكر مستقيما متعمدا دو دروات بيربونديكولير معناه مستقيما متعمدا إذن أرسمو مستقيمين متعمدين الحالة اللي درنا أنا مستقيما متوازيا دو دروات باراليل أرسمو مستقيما متوازيا إذن لاحظ رسم كيفية رسم مستقيمين متعامدين أولا نضع أحد ذراعي المثلث على المستقيم الأزرق ثم نرسم مستقيم هذا يعطيني مستقيمين متعامدين الآن ها هو في هذه الحالة هنا أرسمت أولا أرسمت مستقيمين متعامدين الآن أضع أحد ذراعي المثلث على هذا المستقيم المتعامد ثم أرسم مستقيم آخر يكون متوازي مع المستقيم الأول نعم هي الطريقة اللي كنا درنا في الصورة هنا وشكرا على انتباهكم.